أنتم تسمعونني وتجدون كلامي صحيحا، لكنكم لا ترتبون أثرا. الأفضل لكم أن لا تسمعوني إذا ما سمعتموني ووجدتم كلامي صحيحا ولم ترتبوا أثرا. سينعكس هذا حتى في ذراريكم، سينعكس الضلال في ذراريكم. ولذا أنصحكم لا تسمعوا برامجي، لا تتابعوا برامجي إذا كان في نيتكم أن لا ترتبوا أثرا على الكلام الذي تسمعونه حينما تجدونه صحيحا. قضية خطيرة هذه، حينما تجدون الكلام صحيحا ولا ترتبون أثرا. وهذا هو ديدن الشيعة عموما، وخصوصا العراقيون من الشيعة يسمعون ويجدون الصحة فيما يسمعون، ولكنهم لا يرتبون أثرا على ذلك، وعليه يعبرون ولا يبالون بذلك. وما سوء التوفيق الذي أصاب شيعة العراق ليس في زماننا هذا، وإنما عبر الأزمنة الماضية، إلا بسبب هذه الحالة، لأن الحجج قد أكدت عليهم بنحو هو أكثر مما أكدت الحجج في البلدان الأخرى. الحجج تؤكد عليهم ويقبلون ذلك نظريا، لكنهم لا يرتبون عليه أثرا عمليا.